أقيم بالمتحف الوطني القطري اليوم الثقافي الليبي، وهو من بين فعاليات البرامج الثقافية التي تقيمها اللجنة المنظمة لكأس العرب بقطر 2021، حيث تنادت مجموعة من النسوة الليبيات لتوفير عروض من تراث البلاد وبجهود ذاتية. صراحة قصة طويلة هي كانت. تواصلوا جماعة المتحف التابعين يعني المنظمين للفعاليات هذه على مستوى الدول العربية كلها، تواصلوا مع أكثر من جهة ممثلة للجالية الليبية، لكن يعني بصراحة كانت في يعني سلبية شوية، ومش سلبية لكن هذه الظروف الواقع يعني للأسف اللي احنا نعيش فيها في بلادنا. اليوم الثقافي الليبي أقيم في أجواء غمرتها البهجة من قبل العائلات الليبية والأطفال المقيمين بقطر، وكان فرصة للتعريف بالجانب الثقافي الليبي وأعطاء صورة مضيئة عن ليبيا. كانت فرصة جدا جميلة نحن نعرفوا حتى العالم العربي والعالم الغربي عن ما هي ليبيا، وأن الدولة هذه أكبر من مجرد بقعة صراعات، وأن هي دولة لها تاريخ عظيم جدا. وطبعا واحدة من أهم الأشياء اللي قمنا بها هو حكاية قصة عمر المختار وتاريخه وجهاده للأطفال وللعالم كله. الحضور تميز بوجود العديد من الخبرات والكفاءات الليبية المقيمة في قطر، سواء في مجال الطيران والنفط والطب والبحوث العلمية. بدأت الفكرة بمجموعة من الأخوات من الجالية الليبية اللي قاموا بعمل جبار، وبعدين تكون فريق كامل وعلى ضوء طلعوا بالمجهودات اللي شفتها في هذه الصور والفعاليات وحضور أفراد الجالية اليوم، وإن شاء الله بارك الله في كل مجهود تم، وإن شاء الله دائما ملمين على الخير. وعلى أجواء الموشحات والملوف في دوحة العرب اختتم اليوم الثقافي الليبي الذي كان يوما استثنائيا أعجب جميع الحاضرين. جمال الشيباني لقناة ليبيا الأحرار الدوحة.